ايه يا ابني، شوف لنا كده اي حاجه ننقنقه فيها. عايز تنقنق في ايه؟ طيب يابا انا راح اجيبه. ما اعرفش، ما انا كنت اعرف كنت قلت لك. خلاص يابا، لما تعرف انت عايز ايه بقى قول لي. في ايه بتتخانقوا على ايه؟ مفيش يا جد، بابا بيقول لي عايز حاجه ننقنق فيها، فانا قلت له شوف انت عايز ايه وانا انزل اجيبه لك. راح قال لي ما اعرفش. رحت قلت له خلاص بقى يابا، لما تعرف انت عايز ايه بقى قول لي. ده عداك العيب وازح. امال في ايه يا ابو يوسف؟ حاج ما انا كنت وريني البتاع اللي في ايدك دي كده يا حاج، بس ابص عليها. دي ادي، هاتها بس كده ثانيه معلش. امسك، هتعمل ايه يعني؟ هات. بقول لك يا حاج غمض عينك ثانيه كده معلش. غمض. بقول لك يا يوسف روح هات السكينه بسرعه. حاضر يابا. كده خلعته. خد يابا، جبت لك السكينه اهي. انت كلت البرتقاله يابا من غيري؟ بس اسكت اسكت، امسك. ها انا شامم في ريحه غريبه. امسك بس في ثانيه. هات. السلام عليكم. لا انا كده هفتح بقى واشوف اللي بيحصل. في ايه يا جدو؟ استنى يا جدو، انا فاهمك على كل حاجه.